على العموم إسرائيل تحاصر الحدود وتستعد لعملية برية في لبنان، هيك بفهمها. أما لمناورة برية في لبنان مش عارف شو قصدهم. خلينا نروح للكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور. صباح الخير. صباح الخير سعادة، تحياتي لك والمستمعات والمستمعين. يعني كنت بعلق على كلمة مناورة في الإعلام العربي. أنا بفهم المناورة يعني تدريب، بس إنهم صاروا يعتمدوها على أنها هي العملية البرية في لبنان. هي كانوا بدهم يخففوا، يعني زي هزيمة 67 قالوا نكسي، زي هزيمة 48 قالوا نكبي. شوف، هو يعني واحد، وهي برجع بحكي لازم نوقف قدام كيفية التعامل مع النقل عن الإعلام الإسرائيلي. في أشياء إله يعني، شو الفكرة إنه الترجمة والنقل وفهم الآخر، إنك تفهم دلالة الكلمة. يعني أنا لما بقول حاجز مثلا، الحاجز بالنسبة لي بعني خوف وتقطيع الطرق وتأخير وإشي نكد. هم بالنسبة لهم حاجز بعني أمان، حدا بحميني، حدا يعني. هاي الدلالة، المعنى، الشعور اللي بتولد عندك، الشحنة العاطفية والنفسية من المصطلح بيختلف من مجتمع لمجتمع. عفوا. وكمان احنا كمجتمعات مش ديمقراطية بصراحة العربية. عندنا مثلا كلمة، يعني مثلا بشوف على الجزيرة مثلا كثير اخبار رئيس او مسؤول سابق في الموساد او مسؤول سابق، وبعتبر انه هذه يعني تصريحاته لها قيمة. بعرفوش انه بس يصير سابق بصير عمليا محلل عادي زيه وزيك وزي اي واحد، ولا عنده اي تأثير على القرار. هلا بكون له يعني بمعنى معرفة وخبرة، بس كمحلل احنا بجيبوه كأنه يعني كأنه نتنياهو الحكة. ليش؟ لانه كان في الموساد. هاي وقصة المناورة. هم عندهم بسموه تمرون كركعي، او يعني عملية برية بيطلعوا لها تمرون. هلا تمرون تحتمل اكثر من معنى، بس لما بيكونوا بيقصدوا مناورة ما بيحكوا هاي الكلمة. عشان هيك لما بلشوا في غزة انه بدنا ندخل عملية برية، بلشوا يستخدموا هاي الكلمة، وهي في لغة الجيش ومصطلحاتهم انه هاي مش عملية صغيرة ولا حرب، هذا يعني عمليا هجوم وعملية برية واسعة وآخره. بس هو احنا لازم مصطلحاتنا تكون هذا عدوان، هذا احتلال، هذا قتل، يعني او اي لغة اخرى. احنا مش يعني بس طول عمرنا بالصحافة واحنا ناخذ دورات عن المصطلحات، ويعني والكلام اللي بنحكيه خاصة عندما نتحدث عن الاحتلال والعدو طول عمرنا. وشكله الصحفيين الجدد مش ماخدين الدورات اللي أخذناها زمان. هو مش ماخدين. احنا ما عندنا مرجعية ولا عندنا قاموس هيك كيف نتعامل. هذا أمر يعني مفروض انه النخب والجامعات، يعني بركن كل واحد على ثقافته، ما تخلوها مفتوحة. كمان عندنا مرات بندق، بيحكوا شهيد ولا قتيل، هاي بندق عليها. بس هاي المصطلحات اللي هي أخطر واللي عمليا بتشرعن يعني، وبتعطي غطاء شرعية وبتبرر وبتستنسخ نسخ كامل لغة العدو، ما فيها مشكلة. وللأسف يعني أحيانا مثلا بنهاجم هاي القناة أنها بتكون هيك وهي بتكونش هيك، بس على اعتبارات يعني لغة دينية ولا عاطفية. بس حقيقة واضح أنه يعني تفوق إسرائيل خلانا نستنسخ كل إشي عنهم. وبعدين بصراحة أخي، قبل ما ندخل في موضوعنا، كثافة النقل عن العبري كثافة مش طبيعية. يعني أنا بشوف محطات، يعني أي حدا بيحكي، يعني أي حدا بيطلع على الإعلام زينا، أنا صحفي طلعت حكيت كلمتين يعني إسرائيلي بأخذوا عني، بأخذوش. لا يعني نادرا ما بأخذوا عني، أنا بأخذوا، أنا بقول لك بأخذوا، بس نادرا ما بأخذوا. احنا بناخذ كل اي صحفي اسرائيلي بيطلع بيحكي فهمان مش فهمان، عارف مش عارف، بناخذ عنه بنقول قال بالضبط. طيب وبنرميها قدام هالناس. عندهم اخي علي بيفتحوا بث من الساعه 3 للساعه 9، هاي حوارات، برامج حواريه وكلها مسؤولين من 3 الصبح ومحللين، لا 3 العصر على كل القنوات. هلا كل هذول المسؤولين السابقين والمحللين بيحكوا حكي كثير. هلا انت بتقدر تطول عناوين اللي بدك اياها هيك، وهذا إنه إحنا ننقل كل شيء عنهم. إذا إسرائيلي دكم في إسرائيل نجيبه خبر عاجل ونفتح عليه تحليل. يعني مثلا حدث زي ساعر امبارح، لا هذا إنه لا هذا حدث سياسي، هذا لازم توقف عنده وتشوف دلالاته. طيب يلا فهمنا شو بده ساعر انضم للحكومة وإسرائيل نتنياهو وسع حكومته. مش بصير تصفيات عندنا إحنا في المحلات أحيانا؟ هذا بسعر التصفية راح ساعر. ساعر هو كان في الليكود وهو قريب أيديولوجيا من نتنياهو، وكان منافسه في الليكود، كان ينافس نتنياهو على الليكود، خرج من الليكود. بس مرته متكاتلة مع مرت نتنياهو. صحيح، مرته هي متكاتلات النسوان على الموضوع هذا. مرته هي مقدمة في القناة 11، بتقدم برامج وشخصية معروفة،
وبتحبهاش سارة، وهذا صدقني هذا مش نميمة يعني أو نحكي يعني صحف صفراء، هذا له تأثير كبير في السياسة على القرارات في إسرائيل. شكيد مثلا أهلة شكيد وهي عنصرية وفاشية ولكن جميلة، كانت في مكتب نتنياهو، كانت تغار منها سارة وطردتها، ولم يدخل نفتالي بنت في فترة للائتلاف بسببها، لأن سارة ما بدها إياها تكون قريبة. وسارة نتنياهو تعين طاقم يعني سارة بتحبش الحلوات مثلا، بتغار طبعا. وفي سوابق لنتنياهو بالخيانة وكذا، يعني انه هي لاقطته، وكان شو اسمه القصد، انه في هنا عوامل شخصية، بس القصد سعر الآن سعر في كل الاستطلاعات لا يتجاوز نسبة الحسم. لما صار حديث عن المبادرة الفرنسية الأمريكية لوقف إطلاق النار، شو طلع بن غفير؟ قال إذا بتصير أنا بسقط الحكومة. ونتنياهو تراجع رغم أنه أعطى الأمريكان كلمة أنه أنا سأؤيد، تراجع. هذا بتقديري النقطة اللي حسمت بالنسبة لنتنياهو، أنه لازم أدخل سعر. الآن نتنياهو لديه 68 عضو في الحكومة، عضو كنيست. لو انسحب بن غفير لن يؤثر، لن يسقط الحكم، عنده 6 بن غفير ويبقى 62. الآن نتنياهو أقوى سياسيا، مكن حاله. نتنياهو مقبل على إقرار موازنة مش إشكالية جدا في القانون الإسرائيلي، إذا فشلت الحكومة في إقرار الموازنة تسقط. وبالتالي كان هذا اختبار، لأنه هاي الموازنة جاءت في ظل الحرب وفيها تقليصات كبيرة في التأمين الوطني وفي المساعدات وفيها رفع ضرائب ورفع أسعار وما إلى آخره، وبالتالي ممكن تواجه معارضة حتى داخل الحكومة. ولذلك هو كان معني يقوي حاله بمزيد من. وبالنسبة لسعر، أنه كان هو بحاجة، أنه الآن في الاستطلاعات لا يتجاوز نسبة الحسم، ويريد أن يعيد إنتاج نفسه. الآن هو سيعود إلى الليكود وينزل على قائمة الليكود في الكنيسة، يضمن أنه سيعود للكنيسة مرة أخرى. هل يصبح وزير أم لا؟ هذا يتوقف كيف ستكون تجربته مع نتنياهو. نتنياهو يشك في سعر، لا يثق به، وزوجته لا تثق بزوجته، وهو يخشى أنه هو يريد أن يرثه، وبالتالي ممكن يعني ينافسه. عشان هيك راح يبقي في الظل وراح يعني يحاول يقيده. لكن الآن استطلاعات الرأي تعطي نتنياهو، حزب نتنياهو ليكود، 3 مقاعد أكثر مما كانت عليه قبل اغتيال السيد. ولكن هذه 3 مقاعد ما أخذها من حدا، أخذها بس من بن غفير. بن غفير بالفعل. والذي يتوقع أن يتراجع الآن هو بن غفير. بن غفير الآن ما عنده هاي القدرة يعربد زي أول وجوه الحكومة، يعني تكون حكومة ومعارضة في نفس الوقت، ما بينفع. الآن نتنياهو سيضبطه أكثر، وهو سيشعر أن قوته باتت مهددة، وبالتالي سيبدأ يعني هذا اللي بنى عليه شعبيته، الخطاب التهييج طبعا الدائم، فتية التلال، زعران التلال بالضبط، هذا سيتراجع، اللي هو بينه وبين سيمترش مكسمين هذول بالضبط. ونتنياهو الآن يعني كثير من اليمين اللي زعلوا من نتنياهو بعد 7 أكتوبر وطلعوا وراحوا عند ساعر وراحوا عند جانس وراحوا عند بن غفير لأنه شافوه بالطرف أكثر، الآن بعد اغتيال نصر الله وشافوا شو بعمل نتنياهو، قال لك فيش غير هذا، فرجعوا من اليمين إلى نتنياهو، من اليمين إلى اليمين، إلى اليمين اللي بيعتبروا أنه هذا هو اليمين القوي الحقيقي. وحقيقة إسرائيل في يعني يرقصون المستوطنين في باحات المسجد الأقصى ويرقصون في كل مكان، لديهم نشوة النصر على هذه الدرجة. هم اليوم يعني نشوة النصر عندهم لدرجة أنه بدهم بطلوا اتفاقية الغاز مع لبنان، وأنه اليوم هم اكتشفوا أن حزب الله ضعيف لهذه الدرجة، وبدهم بطلوا يعترفوا في قوته. يعني حزب الله يبدو أنه عدم رده منذ اغتيال العاروري أضعف حاله يعني في بهذا الشكل. أنا سمعت التحليلات أنه فعلا يعني كان يجب حزب الله أنه يعي أنه بعد العاروري كان لازم يكون سلوكه مختلف. هو حاول، واستراتيجيا أنا أقول لك هذا صحيح، أن يبكي عليها كجبهة مساندة. كان حزب الله ونصر الله رحمه الله لا يريد أن يفتح جبهة مفتوحة لأنه يعرف نتائجها مسبقا، وستكون مدمرة على لبنان وعلى الحزب وعلى المنطقة، وأنه لا يوجد سبب الآن لمثل هذه الحرب. لكن هو لم يقدر أن إسرائيل انتقلت للحرب والهجوم وأنه لن تتوقف. لو قدر، وكانت أعتقد اغتيال العروري مؤشر أنه هي غير مردوعة وتريد أن يعني تزيد وتوسع من هجومها، لو قدر وفي حينها رد بشكل أقوى ربما كانت الأمور ستختلف، وربما عندها كان الوضع سيكون ليس كما هو الآن. يعني اليوم تذكر لما قال سماحة الشهيد حسن نصر الله
انهم اهون اي اهون من بيت العنكبوت، اوهن اوهن من بيت العنكبوت. اليوم قاعدين بيستخدموا الكلمه انه مين الوهن، احنا ولا انت؟ هم يعني استعمل في خطابهم ثاني، استعمل انه احنا من البلاد. شوف هاي نظريه هم بسموها كوريا عكبيش، بيت العنكبوت صارت نظريه في اسرائيل، واستخدمها في 2006 لما هزموهم والقى خطابه اعتقد في بنت جبيل. عندها يعني هو قال انه هذا مجتمع ضعيف ومهزوز وجيش والاخره، فصارت زي عقده بالنسبه للاسرائيليين. شوف الان يعني لما اغتالوه بيقولوا انه يعني وكانه بدهم يضحضوا هاي النظريه، هذه الصوره الذهنيه اللي اذا تكونت عندكم يا عرب، هذه الصوره انه احنا اهون من بيت العنكبوت، الان بدنا نضحض هاي الصوره، بننزلها من اذهانكم ونحط صوره جديده رادعه. استعاده الردع هو العنوان لكل هاي الحرب. اسرائيل قوتها قائمة على انه انت ما تستجري تضربني، يكون عندك صواريخ ويكون عندك كذا بس ما تستجري تضربني لانك عارف شو ممكن يصير. هذا هو الردع. فبالتالي اللي صار 7 اكتوبر انه صورة الردع انهزت، يعني هزئت تماما. الان بتقديري استعادت جزء كبير من قدرة ردعها، يعني لدرجة النشوة، النشوة في هذا شعورهم بالنشوة، هذا خطير خطير عليهم. يعني النشوة ممكن تدفعهم لاتخاذ قرارات متهورة، وعندها فعلا ممكن ينقلب كل شيء. حزب الله رغم كل شيء قوي، قواته البرية لم تتضرر تقريبا بشكل كبير، عنده قدرة على المواجهة، وإذا دخلوا بريا أنا بعتقد راح نشوف مشاهد تعيد الهيبة والاعتبار لصورة المقاتل في حزب الله، ولو ترفع المعنويات عندهم، وممكن هاي تكون عملية النهوض البداية. اختاروا هلأ أمين عام، هذا أيضا يعني إنه بدأوا عملية الترميم اختاروا هم ولا بدهم يختاروا؟ يعني تقارير المختار احنا صراحة ما نعرف، بس قنوات سعودية ذكرت حتى في حتى في إشي يعني هو عن هاشم صفي الدين اللي هو يعني متعصب أضعاف أي حدا ثاني في الحزب، وهو يعني يعتبر بسموه المقاتل الشرس الذي لا يضحك. هو عنده كل المقومات أن يكون فعلا رجل المرحلة، خريجكم يعني من المرجعية الدينية، وهو مسؤول التنفيذي في الحزب. يعني انت بتعرف في الشركات وفي المؤسسات المدير التنفيذي هو المدير الحقيقي، يعني نصر الله هو الزعيم والأب الروحي والمرجع. الزعيم التنفيذي اللي بيدير اللي اشرف على المشاريع، اللي كان بتولى المال، اللي كان بتولى المقاتلين والعلاقات، هو كان صفي الدين، وبالتالي هو مش جاي حدا من برا، هو بيعرف المنظومه منيح، وهو ايضا من مرجعيه يعني عائليه نسب، وايضا من مرجعيه دراسه دينيه وسياسيه وعسكريه، يعني عنده كل المؤهلات، بالاضافه انه كما قلت يعني يبدو ويقال انه هو يعني متشدد ومندفع اكثر للقتال، ويبدو انه نصح نصر الله اكثر من مره انه نستخدم الصواريخ الدقيقه على تل ابيب بعد العروري، هكذا يعني يقال في الاعلام اللبناني. ربما هذا يعني يؤشر على شخصيته. وبالتالي بس فعلا يعني لما يستطيع الوصول اليه ممكن انه يلعب دور مهم في اعاده صوره. الان مطلوب اعاده صوره الحزب. وانت تتحدث عن تل ابيب، هناك قصف في حيفا. يعني حيفا صارت ضمن النطاق بصراحة. يعني ما تغير شيء، منذ أسبوعين إحنا ومنذ الاغتيالات ونشهد أنه محيط حيفا وعكا 50-60 كيلومتر، هاي صارت ضمن النطاق. يعني بجوز مرة أو مرتين تجاوزوها في الضفة، قصفوا لتل أبيب أعتقد مرة أو مرتين. يعني هذا ليس الرد ولا يعتبر الرد بتقديري. طيب الحرب البرية، تعتقد أنت بأن الحرب البرية ستقع؟ والله ممكن بصراحة، لأن الحديث يكثر، ولكن يعني هم ماذا يتحدثون؟ هم يفضلون حرب برية؟ هم هناك توجه إنه إحنا في الآن عندنا هذا الزخم وهاي القوة وهاي النشوة، وحزب الله في حالة ضعف شديد، إحنا فرصتنا نبعدهم للليطاني، نقدر هاي 7 كيلو 10 كيلو نرجعهم فيهم بعملية واسعة. وهذا بجنبنا أنه ندخل في مساومات وندخل القرار ومش قرار، نفرض أمر واقع ونرجع سكاننا، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. بتقديري أنه العملية البرية ممكن تتعقد، وهذا لن يضمن عودة سكان الشمال، لا بديل عن حل قائم على أساس أنه وساطة وقف إطلاق نار. ولذلك موجود وزير خارجية الفرنسي الآن في بيروت، ولكن رغم وجود يعني آخر جملة، رغم وجود خارجية وزير خارجية الفرنسي في بيروت، لم يمنعهم هذا من قصف واغتيال 3 من قيادة الجبهة الشعبية. يعني واضح أنهم مستمرين كما في التصفيق. نعم، اغتيال 3 مقاتلين أو قادة من الجبهة الشعبية صباح اليوم في لبنان. أشكرك جزيل الشكر
الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور على كل هذه الأحاديث. شكرا لك.